بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمما يتعلق بمسائل الإيمان وما يثبت به الإسلام الكلام على ما يخرج به الإنسان من الدين، فإنه إذا ثبت حكم الإسلام للإنسان بيقين لم يخرج منه إلا بيقين. ولقد كثر في الأزمنة المتأخرة أنواع من المنكرات في المجتمعات الإسلامية، بل أنواع من الشرك والكفر والنفاق الأكبر والعياذ بالله والزندقة، وهي كانت موجودة في أزمنة ماضية إلا أنها زادت وكثرت وعمت ولا حول ولا قوة إلا بالله. وانتشر الجهل بين الكثيرين ممن ينتسب إلى الإسلام، وكذا وجد من علماء السوء ومقلديهم من يتأول كثيرا من الأدلة الشرعية التي تتناول مسائل التوحيد والإيمان، ولم يزل أهل البدع أيضا يتأولون النصوص ويردون بعض الأحاديث وكثيرا منها لأجل مخالفتها لبدعتهم. وقد تكلم العلماء قديما وحديثا على مسائل الجهل والتأويل كموانع من موانع التكفير، وتكلموا عن بلوغ الحجة وإقامتها كشرط من شروط التكفير. فكان من هذه المسائل كانت هذه المسألة من أهم المسائل التي لا بد من فهمها حتى لا يزل الفهم في مسائل من أخطر المسائل، خصوصا مع ما ورد من الوعيد الشديد في تكفير المسلم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن قال لأخيه يا كافر فهو كقتله، وقال: ولعن المؤمن كقتله، وقال عليه الصلاة والسلام: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد بأى بها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا حار عليه. فليحذر إذن من تكفير من ثبت إسلامه بيقين إلا بيقين. وكذلك لابد من الحذر من الغلو في الجانب الآخر، أعني في المنع من التكفير حتى لا يكفر من كفره الكتاب والسنة نوعا أو عينا، وحتى تلتمس أعذار ليست مما ورد لها دليل في الكتاب والسنة، وربما أدى ذلك إلى تمييع القضايا وتضييع الملة والوقوع في بدعة الإرجاء. ولا شك أن كلا الطرفين المتناقضين خطير، ولا يجوز للمسلم إلا أن يلتزم بمنهج أهل السنة والجماعة الذين هم وسط في فرق الأمة، كما أن الأمة وسط بين الأمم. وقد تكلم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على مسألة العذر بعدم البلاغ أو العذر بالجهل في الاصطلاح الأكثر شيوعا بين طلاب العلم في مواضع من كتبه، وهو قد تعرض رحمه الله لهذه المسألة كثيرة، كما قد تكلم على ما يكفر به المسلم ويحكم عليه بالردة، وقد فهم كلامه على غير معناه الصحيح كما بينا في مسائله على باب تفسير التوحيد، وأوضحنا بما يثبت حكم الإسلام للإنسان. فقد تكلم هو على هذه المسائل، أعني حكم العذر بالجهل، لكثرة تعرضه لهذا الباب، خاصة أنه لم يكتفي فقط بالدعوة والبيان، بل يسر الله عز وجل له إقامة الحجة بالسنان كذلك،
والدعوة للجهاد في سبيل الله حتى أقام دولة التوحيد كما أقام دعوة التوحيد مع الإمام محمد بن سعود رحمه الله وأبنائه من بعده. فكثر تعرض الشيخ رحمه الله لهذه المسائل، خصوصا أنه نشأ في بيئة شديدة الجهل، أعني بيئة نجد وما حولها من القرى الصغيرة والنجوع ونحوها التي كانت تعج بأنواع الضلال والبدع والشرك كذلك في كثير من المواطن بأنواع مختلفة بينها الشيخ في كتبه، كما ذكرنا الأنواع الأربعة من الشرك التي ذكرها في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، بالغلو في الصالحين ودعائهم من دون الله، وكذا بالتحاكم إلى غير شرع الله عز وجل واتخاذ العلماء والأمراء والعباد أربابا من دون الله، باعتقاد تحريم ما حرموه وتحليل ما أحلوه مخالفين لشرع الله، وكذا في أمر الولاء والبراء بعدم البراءة من الشرك وأهله واتخاذ الأولياء من دون الله عز وجل وموالاة أعداء الدين والقتال معهم في صفهم ضد المسلمين مما سبق بيان، وكذلك اتخاذ أنداد المحبة والتعظيم الذين يحبهم كحب الله. بيّن الشيخ ذلك وكان يقيم الحجة بكلامه ورسائله ودعوته، ثم بعد ذلك إذا قامت الحجة قاتل من أصر على الشرك وثبتت عنده ردته. فكانت دعوته في ذلك دعوة مؤيدة بالحجة والقوة كذلك. ووقع في كلام كثير ممن تابعه بعد ذلك رحمه الله كثير من التفسير المختلف لكلامه وكلام غيره من مشايخ الدعوة، حيث كان هناك بعض من يغالي في هذه المسائل ممن ينتسب إلى دعوة الشيخ رحمه الله، وأعني في باب التكفير، ولا يعتبر الأعذار التي وردت أدلتها في الكتاب والسنة وكفر بيانها في كتب أهل العلم وكلامهم السابق، وخصوصا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من العلماء من قبله ومن بعده. فكانت هناك طوائف ممن ينتسب إلى دعوة الشيخ ربما حتى لم يلتفت إلى كلام الشيخ نفسه، وربما أوله تأويلات بعيدة ليس يقبلها كلامه بل نص كلامه الصريح يخالفها، فوجد من يفهم هذا الكلام على غير وجهه أو يستدل بكلام غير ثابت وكلام غير صحيح أخطأ فيه بعض من انتسب إلى هذه الدعوة وظن أنه طالما قد انتسب إلى هذه الدعوة فلا بد أن يكون معبرا عن كلام إمامها وأئمتها من بعده، وكذلك في كلام أهل العلم من قبله كشيخ الإسلام ابن تيمية، ظن أن كل من انتسب إلى هذه الدعوة فهو يعبر عن مذهب أهل السنة، وربما خالف في ذلك، وليس هناك معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لا الصحابة ولا الأئمة الأربعة ولا شيخ الإسلام ابن تيمية ولا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فضلا عمن دونهم، بل كل يؤخذ من قوله ويترك، ولكن بفضل الله عز وجل الأئمة الكبار في هذه المسائل كانوا على قول واحد وعلى وفق الأدلة من الكتاب والسنة في اعتبار استيفاء شروط التكفير وانتفاء موانعه قبل الجزم بتكفير معين. وهذه المسألة من أعظم المسائل خطرا، خصوصا مع استمرار وجود الدعوة واستمرار وجود ما يخالفها من مظاهر الشرك في كثير من البلدان. لذلك كان لابد من توضيح هذه المسألة
وقد اخترنا الموضع الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله بما قد يوهم قولا مخالفا لمذهبه الصحيح، لمذهبه الحقيقي في هذه المسألة، وقد وقع كلامه في كتاب التوحيد في باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، يعني فقد أشرك، حيث نص في مسائل الباب على أنه لم يعذرهم، لم يعذر من اتخذوا ذات أنواط، وهو ليس يقصد بذلك رحمه الله أنه كفرهم، فإنه عد المسألة في كتاب التوحيد من مسائل الشرك الأصغر، وإن كان عدها في موضع آخر من كتاب كشف الشبهات له أيضا من مسائل الشرك الأكبر، ولكن منع من التكفير فيها الجهل، فسيأتي ذكر كلامه رحمه الله. وعلى أي حال فهو في الموضعين قد نص على عدم كفر الصحابة الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط. ونبدأ أولا بذكر مسائل أو أدلة الباب وشرحها، ثم نعقب بذكر مسألة العذر بالجهل، أو بالأولى في الاصطلاح أن نقول مسألة العذر بعدم البلاغ، مسألة العذر بالجهل الناشئ عن عدم بلوغ الحجة، لنميز بين أنواع الجهل التي يعذر بها وأنواع الجهل التي لا يعذر بها. ودخل في الجهل بدرجة ما التأويل، والتأويل جهل لكن وقع من عالم أو منتسب للعلم أو يظن نفسه عالما يناقش بالأدلة، بخلاف الجاهل الذي يقر بالجهل ويخالف الدليل دون شبهة بأدلة أخرى اشتبه عليه الأمر في الجمع بينها. إلا أن المسألتين، أعني مسألة الجهل والتأويل، في النهاية حكمهما واحد في كونهما من موانع التكفير، وأن العلم أو بلوغ الحجة وعدم التأويل من شروط التكفير، بمعنى عدم التأويل الذي يسع فيه التأويل، إذا انعدم التأويل وحصل العلم وارتكب الإنسان الشرك ولم يكن متأولا تأويلا محتملا حكم بكفره. نبدأ أولا بذكر مسائل الباب. قال الشيخ رحمه الله: باب من تبرك بشجرة أو حجر أو نحوهما. لم يذكر جواب الشرط من فعل ذلك ما جزاؤه، أي فقد أشرك، لأن الكلام مفهوم. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى، الآية. قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى، أي غير عادلة، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. أما اللات فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيره: كان رجلا يلت السويق للحاج، يصنع السويق طعام للحجاج، فلما مات عكفوا على قبره. وفي رواية: كان يبيع السويق والسمن عند صخرة ويسلأه عليها، فلما مات ذلك الرجل عبدت ثقيف تلك الصخرة عظاما لصاحب السويق. الحديث رواه البخاري ورواه ابن جرير في تفسيره. وهذا التفسير في الحقيقة على قراءة ابن عباس: اللات والعزى، أفرأيتم اللات والعزى. أما على قراءة الجمهور اللات والعزى بالتخفيف، فالأظهر في تفسيرها ما ذكره ابن أبي حاتم عن ابن عباس أيضا: سموا اللات من الله والعزى من العزيز، يعني جعلوا أسماء مؤنثة من أسماء الله، سموا بها
الملائكة وأضافوا تاء التأنيث أو أنثوا الأسماء على يعني مقتضى اللغة، العزى من العزيز ومناث من المنان. قال بهذا القول ابن جرير، وهو الذي يدل عليه سياق الآيات، لأنهم كانوا يعبدون الأصنام على أنها ترمز للملائكة التي هي بزعمهم بنات الله تشفع لهم عنده. فقال تعالى رادا عليهم ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى، أي غير عادلة كما ذكرنا، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، سميتموها آلهة ما أنزل الله بها من سلطان من حجة، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. فهم في مجال العقائد والتصورات يتبعون الظنون الكاذبة والأساطير والاختراعات الباطلة، اخترعها كبارهم وأئمتهم وصدقها أتباعهم بلا حجة ولا بينة. وفي مجال العمل والسلوك يتبعون الأهواء، فهم جمعوا بين الزيغ وبين الضلال، الضلال في مجال التصور والاعتقاد، والغي والزيغ في مجال العمل والسلوك. قد نفى الله عن نبيه صلى الله عليه وسلم كلا الأمرين، فقال في أول السورة ما ضل صاحبكم وما غوى، أما هم فقد ضلوا حين اتبعوا الظن، وغووا حين اتبعوا ما تهوى الأنفس. فذكر الله عز وجل وصف المشركين بما نزه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه وتعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فسياق الآيات من أولها إلى آخرها تدل على ما ذكرنا على قراءة الجمهور من أن اللات اشتقت من الله والعزى من العزيز ومناث من المنان، على أن هذه الصخور والأشجار والأصنام ترمز للملائكة التي هي عندهم بنات الله تشفع لهم عند الله. فأخبر الله عز وجل أنهم حين نسبوا له الولد نسبوا له أضعف النوعين وأقل النصيبين، فكانت قسمة جائرة مع كونها قسمة باطلة فهي جائرة. كذبوا في قسمتهم حين جعلوا لأنفسهم الذكور وكرهوا الإناث، ثم نسبوا الإناث إلى الله وقالوا أن الله نسب الجن فأنجب الملائكة، وبين سبحانه وتعالى أن الملائكة ليست بإناث وأنها لا تشفع إلا لمن ارتضى الله عز وجل وهم أهل التوحيد والإيمان، ولا تشفع إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، فلا شفاعة في مشرك. مع أن التفسير الآخر لا مانع منه، وهو على قراءة اللات والعزى، أي الرجل الذي كان يلت السويق، فعبدت اللات الصخرة التي كانوا يعكفون عندها وعلى قبر الرجل. فنقول لا تعارض، لأن أساطير الكفار تتداخل وهم يفسرون تعظيم الأصنام والأوثان والصخور والأشجار بأنواع من التفسيرات الباطلة، والعزة خصوصا على المشهور أنها كانت شجرة عليها بناء، لا مانع أيضا أنهم كانوا يتبركون بها ثم اخترعوا لها أنها ترمز إلى أحد بنات الله، إحدى بنات الله العزة، فهم يخترعون أنواعا والشياطين تلعب بهم والعياذ بالله. ولعل هذا هو الشاهد الذي من أجله ذكر الشيخ هذه الآية في هذا الباب، اللات على قراءة ابن عباس والعزة على أنها شجرة، وقد ذكر حديث ذات أنواط وهي شجرة، فلهذا ذكر هذه الآية. العزة قال المجرد كانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة، مكان اسمه نخلة بين مكة والطائف، كانت قريش يعظمونها،
ومناه أصل اشتقاقها من اسم الله المنان، تعالى الله عن قول علوا كبيرا. وقيل لكثرة ما يمنى أي يراق عندها من الدماء تعظيما وتبركا بها. وجه المطابقة للترجمة من جهة أن عباد هذه الأوثان كانوا يعتقدون حصول البركة منها بتعظيمها ودعائها والاستغاثة بها. والتبرك معناه طلب البركة، تبرك تفعل، طلب البركة طلب الخير، هي الخير الكثير. تبرك اصطلاحا طلب البركة وهي الخير الكثير من ملابسة أو ملامسة أو مصاحبة شيء معين، يلمسه رجاء البركة، يمسحه، يلبسه رجاء البركة، يأخذه عنده في ثيابه أو في متاعه رجاء البركة، يطلب البركة من هذه الأشياء. فلذلك قال الشيخ من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما أي فقد أشرك. وذكر حديث أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر. ذلك أن الطلقاء أسلموا بعد فتح مكة ولم يتعلموا عقائد التوحيد كما تعلمها عامة الصحابة، فقالوا لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، ودخلوا في الإسلام وخرجوا مجاهدين مع النبي عليه الصلاة والسلام وهم حدثاء عهد بكفر لم يكونوا قد تعلموا. قال وللمشركين سدرة، شجرة نبق، والنبق شجر معروف، للمشركين سدرة يعكفون عندها، العكوف الملازمة، يلازمون المكان، يلازمون هذه الشجرة شجرة السدر، وينوطون بها أسلحتهم. وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون يعلقون بها أسلحتهم لكي تكون الأسلحة أمضى وأقوى وأكثر إصابة في الأعداء. كانوا يتبركون بتعليق الأسلحة والسيوف والرماح على هذه الشجرة حتى تتحقق أغراضهم وتحل فيها البركة بزعمهم، حتى وهم يقاتلون أهل الإسلام ويقاتلون الرسول عليه الصلاة والسلام من جهلهم. قال وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط لأنها كانت مشهورة في الجاهلية بالتعليق لأنها يعلق عليها فسموها ذات أنواط. قال فمررنا بسدرة، مررنا بشجرة نبق، فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، نريد شجرة سدرة أيضا نتبرك بها ولكن يريدون أن يجعلها لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن مبنى الأمر عندهم أنه على الاتباع، أن التشريع يؤخذ من الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن لم يفهموا أن هذا الأمر مناقض للتوحيد لا يصلح أن يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن، يكبر عند الغضب وعند التعليم ومتعجبا من سرعة تحولهم ومن سرعة دخول البدع إليهم، وأخبر إنها السنن لأن هذه القاعدة الكلية وهو اتباع سنن من كان قبلنا من اليهود والنصارى والمشركين كذلك، وأن هذا الأمر وقع كما وقع للأمم السابقة مع كثرة التحذير. قال صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم، لتركبن أي لتسيرن على طريق من كان قبلكم. ما فعله بنو إسرائيل من أنواع الكفر والشرك والضلال والبدع سيوجد في الأمة من يفعل ذلك، هذا على سبيل الذم والتحذير من سنة أهل الكتاب المذمومة في الكتاب عندنا في القرآن، كما تذم سنة المشركين وطريقتهم. فإن تعليق الأسلحة على شجرة رجاء البركة من سنة المشركين، وقولهم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط تشبه بأهل الكتاب، وإن كان هذا من جهة اللازم
ليس من جهة التصريح، لكن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن لازم المذهب لو التزمه صاحبه للزمه. فإن اجعل لنا ذات أنواط لازمها اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط لازمها تؤدي إلى حصول أو أن يكون المعنى الذي وقع منهم كما وقع من بني إسرائيل، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فهذا معنى قد خفي عليهم من حقيقة لا إله إلا الله، وذلك أنهم جهلوا أن التبرك بالأشجار عبادة لها، وأن هذا ينافي عبادة الله عز وجل. بنو إسرائيل كانوا أصرح في الطلب وصرحوا بما يناقض لا إله إلا الله صراحة، وتابوا من سعتهم حين نبههم موسى عليه السلام والصحابة رضي الله تعالى عنهم. لم يكونوا يعلمون أنها تناقض لا إله إلا الله وإلا لما قالوها، ولكن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا لازم هذه الكلمة، ولو التزموا ذلك لكفروا. لو التزموا بعد بلوغ الحجة، بعد أن بيّن لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم لو اتخذوا ذات أنواط لكانوا كمن اتخذ إلها من دون الله فأصروا لكانوا كفارا، ولكن لم يكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل حذرهم، لم يعاملهم كالمشركين، لم يأمر بقتلهم، ولم يأمر باعتبارهم مرتدين، وإنما بيّن لهم الخطر وخاطبهم كجزء من الأمة حين قال لتتبعن سنن من كان قبلكم، فدل ذلك على تحذيرهم من هذا الشرك، ولم يعاملهم بمقتضى لأنهم رجعوا. وكما ذكرنا لم يكن كلامهم في نقض التوحيد بنفس الدرجة، أعني في التصريح، لكن بلازم القول، وهذه مسألة غاية في الأهمية في هذا الباب، أعني في مسألة العذر بالجهل، وذلك لأن هناك فرق بين من يصرح بطلب عبادة غير الله صراحة أو يقر بها أو يفعلها، وبين من يقع في أمور لا يدري أنها عبادة، يظن أنها ليست عبادة، هي في حقيقة الأمر عبادة، إذا بلغ ونبه فتاب من ساعته لم يكفر، وإذا أصر بعد أن بين له فقد التزم عبادة غير الله، فقد أشرك حين ذلك. هناك فرق بين من ينقض الإجمال الذي في قول لا إله إلا الله فيقول أعبد غير الله وأتخذ إلها غير الله كما وقع من مشرك العرب وأهل الكتاب الذين يصرحون بألوهية غير الله وباتخاذ الله الأولاد والبنات وغير ذلك، فهذا لا خفاء فيه، بلوغ الحجة في حقهم ببلوغ لا إله إلا الله، وكونهم كفار قبل أن ينطقوا بلا إله إلا الله مما لا نزاع فيه، حتى ولو كانوا غير معذبين، لكنهم لا يثبت لهم دين، لا يثبت لهم إيمان، لا يثبت لهم إسلام بدون أصل هذا الدين، وهو النطق والعلم بلا إله إلا الله والانقياد لها، بخلاف من نطق بها وعلم بها إجمالا ولم يدري بعض تفاصيل ما دلت عليه. فإن هذا لا ينقض إجمال إيمانه إلا بأن يصر على ما على خلاف ما بين له. إذا أصر على شرك بين له أنه شرك وإن كان قبل ذلك لا يدري أنه قد عبد غير الله، إذا بين له فأصر هنا يكون قد نقض الإجمال، كما نقول في التصديق صدق الرسول إجمالا وصدق القرآن إجمالا. لا نهدم هذا التصديق وهذا الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام إلا إذا أتاه شيء مما
أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام وتواتر لديه ذلك وعلمه كما في القرآن العظيم مثلا أو السنة المتواترة فكذب، حتى ولو زعم أنه لا يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم، نقول قد التزم تكذيبه حين بلغه قطعا، حين بلغه بدليل قطعي كأن يفتح له المصحف ويبين له فيصر ويقول لم يقل الرسول ذلك ولم يأتي الرسول بهذه الآيات، فهذا مكذب للرسول صلى الله عليه وسلم. لا يجعل مكذبا ابتداء وهو يقول صدقت الرسول إجمالا واتبعت الرسول إجمالا وآمنت بالرسول، بخلاف من كذب الرسول صلى الله عليه وسلم إجمالا وأبى أن يتبعه إجمالا، لا يمكن أن يسوى بين هذا وذلك. كما نقول فرق بين من صرح بأنه يعبد غير الله كالمشركين حين قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فأقروا بأنهم يعبدون غير الله، وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة فصرحوا بتسميتهم آلهة. فرق بين هذا وبين الذي يصرف حقوق العبادة ويصرف بعض أنواع العبادات لا يظنها عبادة لهذه الآلهة في الحقيقة، يصرفها لغير الله، لا يسميها آلهة ولا يسمي ما يفعله عبادة. فهذا لا بد أن يبين له حتى يقال بنقض نطقه بالشهادة لا إله إلا الله ونطقه بأن محمد رسول الله وتصديقه الباطن بذلك وانقياده الباطن بذلك مجملا، لا نستطيع أن نهدم هذه الأشياء إلا بعد أن يبين له أن ما تقول أو ما تعتقد أو ما تفعل يناقض لا إله إلا الله ويناقض شهادتك أن محمد رسول الله. فإذا بين له فأصر تبين بذلك أنه مكذب وأنه مشرك وأنه عابد لغير الله وأنه مكذب للرسول عليه الصلاة والسلام. وأما إذا بين له فتاب من ساعته لم يكفر ظاهرا ولا باطنا. وهذه قضية من أهم القضايا، لأن كثيرا من المتكلمين في هذه المسألة بل أقول أحيانا من العلماء يظنون أن المشركين الذين كانوا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ويصرحون بعبادة غير الله مثلهم تماما كمن وقعوا في الشرك من المنتسبين للأمة، ممن لو قلت لهم أنتم تؤلهون غير الله لأبى غاية الإباء، وهو لا يزال ينطق بكلمة التوحيد ولا يزال يصدق ظاهرا وباطنا بالرسول عليه الصلاة والسلام ولا يدري أنه يعبد غير الله، فكيف يسوى بين من صرح بعبادة غير الله وصرح بإلهة الآلهة غير الله وكذب الرسول صلى الله عليه وسلم مجملا، كيف نسويه بين من خالفه في ذلك كله وصدق الرسول مجملا ونطق شهادة التوحيد واعتقد أنه لا يعبد إلا الله لكن جهل أن هذه عبادة؟ وهذه المسألة في الحقيقة لو تأملناها لعلمنا أن مسائل الدين كلها هي في حقيقة الأمر ونهايته من مسائل العبادة اعتقادا وعملا، لأن الدين كله عبادة كما قال شيخ الإسلام في تعريف العبودية اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. فإذا الاعتقادات التي وردت عبادات قلبية في التصديق أقوال والعبادة والانقياد الباطن عمل قلبي والنطق الظاهر عمل عبادة أيضا والعمل الظاهر عبادة أيضا. فلو أن إنسانا جهل أمرا من هذه الأمور فقد جهل عبادة، فلو أنه ردها أو كذب بها وهو لا يعلم فهل يقال نقض لا إله إلا الله وكذب الرسول عليه الصلاة والسلام، أم لا يقال له ذلك حتى يبين له ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بلا نزاع بين العلماء أن في غير هذه المسائل التي وقع فيها الخلاف لا يختلف أحد أن هذه المسائل التي لم ينتشر علمها بين المسلمين لا يكفر فيها من خالفها حتى تبين له، لا باطنا ولا ظاهرا، لا يكفر في الدنيا
ولا يعذب عذاب الكفار في الآخرة، ولا يكفر الكفر الذي يخلده في النار في الآخرة. ولنضرب على سبيل المثال، من جهل أن للأم السدس في الميراث، وهذا واقع كثيرا جدا، لو أن إنسانا كذب ذلك بعد أن قرأها في المصحف لكان كافرا، ولكن من جهلها قبل أن يعلمها لا يكون كافرا باتفاق العلماء. وكذا للجدة السدس، فإذا بين له الأمر فأصر على خلاف ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن مسلما، وأما قبل ذلك قبل أن يبين له فهو جاهل وليس بكافر. ونقول اعتقاد أن الأم السدس أو الثلث في بعض الأحوال هو عبادة من العبادات، جهلها هذا الرجل الذي كذب وقال لا ليس لها السدس، أتينا له بالمصحف بينا له الآية ولأبويه لكل واحد منهما السدس، فقال نعم طالما أنها في القرآن فأنا أقر بذلك، هذا ازداد علما وازداد إيمانا ولم يكن قبل ذلك كافرا بل جاهلا. هذه عبادة من العبادات، لا تقل أن هذا في بعض المسائل دون بعض، لأني ألزم من يخالف في ذلك بأن كل مسألة من المسائل فهي عبادة، فكيف تقول بعد ذلك أن هذه العبادة يعذر فيها ويقبل فيها العذر وتلك لا يعذر فيها؟ لماذا؟ ما الفرق بينهما؟ النبي عليه الصلاة والسلام عامل هؤلاء الذين قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة بمعاملة المسلمين، غلظ عليهم في الكلام، وهذا معنى قول الشيخ رحمه الله أنه لم يعذرهم بل غلظ عليهم، وهو يرص على ذلك يقول لم يعذرهم بل غلظ عليهم. هناك فرق في مراتب العذر، هناك عذر نعني به أنه لا يكفر، وهناك عذر بمعنى أنه لا يكفر ولا يؤثم ولا يبدع ولا يغلظ عليه لأنه لم يقصر في طلب العلم. فهنا لم يعذرهم صلى الله عليه وسلم في التغليظ والتجديد، وعذرهم في عدم التكفير. فيمكن أن يعاقب إنسان في الدنيا والآخرة ويمنع من تكفيره، يعاقب عقوبة المسلم المقصر، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. نبدأ أولا بقضية التبرك، وهي قضية أيضا قضية خطيرة. لسه جاي خلصتش المسألة. فحكم التبرك كما ذكرنا أنه طلب البركة من ملابسة أو ملامسة شيء معين. نقول أجمع أهل العلم على أن التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم مشروع ومستحب. الآثار نعني بها شعر النبي عليه الصلاة والسلام، بوصاق النبي صلى الله عليه وسلم، عرق النبي عليه الصلاة والسلام، الآثار التي ملابسه صلى الله عليه وسلم التي عرق فيها ونحو ذلك، مما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقر الصحابة على أخذ ذلك منه تبركا. وكما قال سبحانه وتعالى عمن سبق من الأمم في تشريع مثل ذلك، قال وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. فكانوا يتبركون بآثار الأنبياء، وهذا عند كثير من أهل العلم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو كما ذكرنا نحن نتبرك بأن نمسح وجوهنا مثلا بوضوء النبي عليه الصلاة والسلام وبنخامته صلى الله عليه وسلم، ونتبرك بشعره ونستشفي بعرقه، نجعله كدواء مثلا وكطيب، وكل ذلك أمر مشروع لمن تأكد ولمن شهد أن هذا من آثار الرسول صلى الله عليه وسلم. وليس كل ذلك، أعني التراب الذي سار عليه صلى الله عليه وسلم لم يشرع لنا أن نتبرك به. نحن نقف في هذه المسألة على الدليل. الصحابة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكونوا يتتبعون خطواته على التراب ويتبركون بذلك، إنما كانوا يأخذون شعره، وضوءه، الوضوء يعني الماء الذي انفصل منه بعد الوضوء،
ثيابه عليه الصلاة والسلام، نخامته صلى الله عليه وسلم. فهذا من الآثار التي يشرع ويستحب التبرك بها، وهو من الأسباب المشروعة لحصول الخير والبركة، لأنه قد جعل الله فيه ذلك. لما جعله الله فيها من ذلك؟ الله الذي يخلق البركة ويخلق الخير في هذه الأشياء، لكن يجب أن يعتقد المتبرك أن هذه الآثار لا تضر ولا تنفع بذاتها، هي بذاتها لا تضر ولا تنفع، بل نتبرك بها قائلين: والله إنا نعلم أنك لا تضرين ولا تنفعين، ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرع لنا ذلك لما فعلناه. نقصد بذلك ما قال عمر رضي الله عنه مع الحجر الأسود، قال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فنحن نتبرك بها قائلين نفس المعنى، معتقدين نفس المعنى، أن الله هو الذي يجعل البركة في هذه الأشياء من عنده سبحانه وتعالى. ولذلك نقول: لا يشرع لنا أن نخترع أشياء من عندنا نتبرك بها، لأن هذا أمر غيبي، من أين لنا أن نعرف أن هذا فيه خير أو أن هذا فيه شر؟ نعرفه عن طريقين قد ذكرناهما من قبل في قضية الأسباب. هناك طريق ظاهر وهو السنن، التجربة. علمنا أن طعام الفول هو شيء نافع، نأكله فننتفع، وأن الزرنيخ سم. من أين علمنا؟ كل من يأخذ زرنيخ أو سم فران يموت، كل من يتناوله يموت، وكل من يأكل فول مثلا أو أرز أو قمح فإنه ينمو جسمه ونحو ذلك. علمنا أننا نأخذ، يكون عندنا صداع فنأخذ أسبرين فيخف ذلك الصداع، فهذا أمر عرفناه أن فيه خير من جهة التجربة، وهذا أمر لابد أن يكون عاما، أعني أن حتى نقول هذه سنة الله التي جعلها في هذا المخلوق أو في هذا الشيء، حتى يكون سنة أن يتفق فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر. الكافر يأكل القمح فينمو جسمه، والمسلم يأكل القمح فينمو جسمه. الذي يأخذ السم يموت، مسلم كان أو كافرا، ولذلك يحرم على المسلم أن يتناول السم. فهذا الأمر إنما يكون، يجيش واحد ويقول أنا جربت هذا السم فوجدته نافعا، لا، هذا لا اعتبار. حتى أو يأتي إلى حجر ويدقه ويقول خذ هذا دواء، من أين علمت أنه دواء؟ لكن أنا جربته مرة ومرات. لابد أن يكون هذا الأمر أمرا عاما متكررا مستمرا، حتى نقول هذا من ضمن الأسباب. أمر آخر، الشرع هو الذي يخبرنا بأن هذا فيه خير، مع كون هذا ليس مجربا في الظاهر وربما لم يقع للكفار. مثلا أنت مرضت بمرض فأخذت دواء مجربا، الكفار حتى هم الذين قالوا أن هذا جربناه فنفع، فانتفعت به، هذا من الأسباب الظاهرة. أما أن تأخذ ماء زمزم وتشربه استشفاء، فمن أين علمت أن هذا الماء بعينه دواء؟ من قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنها مباركة، إنها طعام طعم وشفاء سقم. واحد جائع يشرب ماء زمزم ليكف جوعه، دي مش هيكف عطشه فقط، هيكف عطشه زي سائر أنواع المياه، لكن ليكف جوعه ليستشفى من المرض، هذا بسبب، هذا أمر دل عليه الشرع فهو سبب باطل. فلا يجوز لنا أن نعتقد أن هذا العمود، أن هذا الحديد، أن هذه الصخرة، أن هذه الشجرة نقول جعل الله فيها البركة. من أين؟ لابد أن يكون هناك دليل. ولذلك لا يشرع التبرك مثلا بالنزول في الأماكن التي نزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم وجلس فيها، أو كما ذكرنا في الأماكن التي مشى عليها، التراب الذي مسه قدمه، لا. الحاجات، الأشياء التي ورد فيها الدليل فقط هي التي نستعملها. والكعبة لا يشرع التبرك بها، ان الانسان يقعد تلاقي الناس يتمسحوا في جدران الكعبة ويمس جميع الجوانب ويمس جميع الاطراف ويفعل ذلك، يقعد في الكعبة كده
من أين أتيت بأن هذه الكسوة التي صنعت في العام الماضي فيها بركة، وهذا الحجر الذي بني أيام الحجاج أو بعد ذلك في بعض الأحجار وهت وأصلحت أن هذا فيه بركة؟ نحن لا نفعل ذلك إلا بالحجر الأسود والركن اليماني. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستلم من الكعبة إلا الحجر الأسود والركن اليماني، وليس على سبيل التبرك عند الطوائف وعند بعضهم على سبيل التبرك في الحجر الأسود لأنه من الجنة، ومع ذلك نحن نعتقد أنه لا يضر ولا ينفع، ونطلب الخير من ملامسته اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم. فبهذا الاعتبار نقول المطر عند أول نزوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يكشف عن ذراعيه أو ثيابه ويتعرض لقطرات المطر أول النزول ويقول إنه حديث عهد بربه، حديث عهد بخلق ربه له، فنحن نفعل ذلك تبركا. أما أن يأتي أمر لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يقر على فعله ونقول نحن نقيس هذا الأمر على ما فعله الصحابة مع الرسول، فنقول الأصل في ذلك المنع. لماذا؟ لأنه لابد فيه من إيه؟ من دليل، لأن هذه أمور باطنة لا نستطيع أن نقول البركة في ريق فلان إلا لو قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. هذا أمر ليس بمجرب، هذا أمر ليس بمعلوم من خلال الأمور الظاهرة والسنن الكونية، بل هذا لا مجال للعلم به إلا من خلال دليل من الشرع يخبرنا أن هذا الأمر باطنا فيه بركة من حيث لا نعلم. ما لم يرد به الدليل فالأصل فيه المنع لأننا لا ندري، ويكون العمل به في الحقيقة إذا من غير دليل نوعا من الذريعة إلى الشرك. أما لو اعتقد الإنسان أن هذا الشيء فيه بركة بذاته، أنه بذاته ينفع ويضر، فهذا شرك في الربوبية ابتداء. لابد أن تعتقد أنه لا يضر ولا ينفع، لا يضر ولا ينفع إلا الله، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فإذا قال بل هذا الحجر وهذه الشجرة وهذا الأثر من سيدي فلان يضر وينفع من دون الله أو مع الله، صار مشركا اعتقادا أو فعلا منه. لو اعتقاد يبقى شرك في الربوبية، ولو تبرك به فهو شرك في الإلهية. يبقى أمر مختلف فيه، وهو هل يقاس غير النبي عليه الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام؟ نقول الأصل ماذا؟ المنع، لأن هذا أمر باطن لابد فيه من دليل لم يأتي دليل. يقولون الأصل عدم الخصوصية، أن ما ثبت في حق الرسول صلى الله عليه وسلم يثبت في حق غيره. نقول لو لم يكن الأمر من جهة أصله المنع نقول ذلك. ثم نقول الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك مع من قطع بصلاحه، التبرك بأثار الصالحين. نقول أصلح الصالحين بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشر وأهل بدر وبيعة الرضوان والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، لا ينازع أهل السنة في ذلك. فهل فعلوا ذلك أعني أنهم كانوا يأخذون مثلا شعر أبي بكر أو يقتتلون على وضوء عمر أو يجمعون عرق عثمان أو يتبركون بنخامة علي؟ ما فعلوا ذلك، وهو كالإجماع منهم، لم ينقل حرف واحد أنهم تبركوا بآثار أحد بعد النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الترك مع ورود المقتضي، وهو الحرص على الخير والبركة وانتفاء الموانع، كانوا يعرقون ويتنخمون ويلبسون الثياب ويعرقون، ولم يكن هناك مانع أن يفعلوا ذلك. نقول مع ورود المقتضي وانتفاء الموانع لا يجوز أن نفعل ما تركوه، وهو يؤيد ما ذكرنا من أن الأصل في هذه الأشياء المنع. لذلك نقول الصحيح أنه لا يشرع التبرك بأثار الصالحين ولا يجوز التبرك بأثار الصالحين. فأما التبرك بالأحجار والأشجار والمقامات التي على القبور فلا ينازع فيه أحد من العلماء أنه لا يشرع التبرك بذلك، وأن التبرك به على نوعين: إما أن يعتقد أنه ينفع ويضر بذاته فيكون شركا أكبر، أو يعتقد أنها سبب للبركة، أن الله يجعل فيها البركة فنقول كذبت على الله وعلى شرعه
وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، من أين لك أن هذه الأحجار والأشجار فيها البركة؟ فهذا متفق على المنع منه على تحريمه، ولو قال أنها سبب فهو شرك أصغر، لأنه ذريعة إلى الشرك الأكبر، وقد رأينا ما تؤول إليه هذه الأمور من أنه يكون شركا أكبر في نهاية المطاف. أما بالنسبة إلى التبرك بأثار الصالحين فنحن نثبت فيه الخلاف ونرجح المنع اتباعا للصحابة رضي الله عنهم، ونقول لا يجوز أن يفعل ذلك أحد مع أحد وقد تركه الصحابة مع خيرة الناس بعد الأنبياء والمجزوم بصلاحهم. وبالإضافة إلى ذلك أنت لا تستطيع أن تجزم بصلاح فلان، أنت ترى أمرا ظاهرا أنه رجل صالح وقد يكون غير ذلك ولا تدري خاتمته. هؤلاء الصحابة كانوا من أهل الجنة يمشون على وجه الأرض، علموا أنهم من أهل الجنة، يلزمهم اعتقاد أنهم من أهل الجنة، لأن القرآن ما زال يخبر أنهم في الجنة، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنهم في الجنة، ومع ذلك ما كانوا يفعلون ذلك معهم. كان الرسول يقول النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة والزبير، وذكر باقي العشرة، ومع ذلك كانوا لا يتبركون بأثار أحد منهم، فتركوا ذلك مع ورود المقتضي وانتفاء المانع، فنحن أولى أن نترك. يبقى ما ينفعش تقول لواحد بركاتك عم الشيخ، لا على سبيل المزاح ولا على سبيل الاعتقاد، ولا أن أنت تأتي إلى موضع شربه وتضع فمك على موضع الشرب، هذا من آثار النبي عليه الصلاة والسلام فقط، هذا الذي تفعله بالرسول صلى الله عليه وسلم. وأما أن تفعل ذلك ولو عايز على سبيل المزاح فهذا منكر، لابد أن ينكر، والله أعلى وأعلم. الدعاء دعاء إيه؟ لا ادعي لي، دي حاجة ثانية. التبرك زي ما قلنا عين معينة، شيء معين نلامسه ونأخذه معنا طلبا للبركة، أما أننا أطلب منه الدعاء فهذا أمر آخر، هذا قد فعله الصحابة رضي الله عنهم مع بعضهم بعد النبي عليه الصلاة والسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يفعلوه حين قال لأويس القرني، عن أويس القرني قال مروه فليستغفر لكم، إن استطعتم أن يستغفر لكم فمروه فليستغفر لكم، وقال عمر للعباس أمام كل الصحابة قم يا عباس فادعوا الله، وإنا نتوسل إليك بعم نبيك، يعني بدعاء عم نبيك. وفعله معاوية بالأسود حين يزيد الأسود حين قال قم فادعوا الله فاستسقي لنا. فالدعاء أمر آخر، التوسل غير ليه التبرك، دي مسألة ودي مسألة، الخلط بين المسألتين عند كثير من المتأخرين، يقول يخلط في التبرك والتوسل، يخلط بينهما ويجعل أدلة التوسل المشروع بدعاء الصالحين دليلا على التبرك بأثار الصالحين. وغره في ذلك أن كثيرا من المتأخرين كالإمام النووي وابن حجر يذكر في كثير من المسائل التي فيها التبرك بأثار الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيه جواز التبرك بأثار الصالحين. والحقيقة أن المسألة كما ذكرنا فيها خلاف، ولكن الصحيح أنه لا يجوز التوسل بأثار الصالحين لأنه كالإجماع من الصحابة ترك ذلك، والله أعلم وأعلم. فنقول قد كان الصحابة يقتسمون شعر النبي صلى الله عليه وسلم ويكادون يقتصرون على وضوئه، وما تنخم نخمة إلا وقعت في كف أحدهم فذلك بها وجهه، وكانوا يتبركون بالملابس التي لبسها وجعلها بعضهم كفنة، جعل ملابسه كفنة، وكذا كانوا يتبركون بعرقه، وكل هذا ثابت صحيح، ولا فرق بين هذا في حياته وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم. اللي كانت كفنه دي والعرق بتاعه فضلوا محتفظين به، شعرات النبي عليه الصلاة والسلام يظلوا يحتفظون بها لأنها آثار لا تحلها الحياة، يعني وهي في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت في حكم ليه الميت، الجسد الميت، يعني هي لم تحلها الحياة، الشعر ده طاهر حيا وميتا، وهو بعد ما انفصل من الرسول صلى الله عليه وسلم ما قاش انه يجوز التبرك به في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم فقط. فبعض المشايخ المتأخرين يقولوا الكلام ده في حياة الرسول، لا كان خطأ، لو علمنا الآن شعرا من شعر الرسول صلى الله عليه وسلم لتبركنا به، لو أيقنا أن هذا من ملابس الرسول صلى الله عليه وسلم لتبركنا به، لو وجدنا شيئا فيه عرق الرسول صلى الله عليه وسلم لتبركنا به. ولم يزل الصحابة يرون التابعين بعض آثار الرسول صلى الله عليه وسلم محتفظين بها متبركين بها، فخطأ من يقول لا يجوز التبرك إلا في حياة الرسول. أيضا هذا نابع من الخلط بين التوسل والتبرك، نحن نقول لا يجوز التبرك بدعاء الرسول بعد موته لأنه لم يدعو،
بعد موته صلى الله عليه وسلم، من أين لك أنه دعا لك؟ لكن يدعى، إنما نتوسل بدعائه حال حياته لأنه كان يدعو صلى الله عليه وسلم. أما بعد أن مات فمن أين لنا أنه دعا حتى نتبرأ حتى نتوسل بدعائه؟ إنما نتوسل بدعاء الصالحين كما ذكرنا، أن نطلب منهم أن يدعو الله عز وجل لنا على التفصيل الذي ذكرنا. فبعض المتأخرين يقولون هذا التبرك بآثار الرسول في حياته فقط. خطأ، بل التبرك بآثار الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد وفاته، لأن هذه الآثار لا فرق فيها بين الحياة والموت، كانت في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم منفصلة عنه بعيدة عنه صلى الله عليه وسلم، ولم تحلها الحياة حتى يقال أنها قد ماتت مثلا، إنما هي انفصلت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته. ها؟ نعم صحيح، بس صلى الله عليه وسلم لما قال كانت كفنه دي كانت بعد، يعني في أي وقت يموت، بعد الرسول أو إيه أو قبله. هذه الآثار لا تحلها الحياة، فأحذر الخلط بين التوسل والتبرك، فكل منهما له معناه وحكمه. مما شرع التبرك به ماء زمزم، لما رواه أبو ذر مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها مباركة، إنها طعام طعم وشفاء سقم، في رواية أبي داود الترمذي. ومن هذا الباب والله أعلم كشف النبي صلى الله عليه وسلم عن يديه للمطر أول نزوله، وقوله لأنه حديث عهد رب. طب ينفع نتبرك بالغسل بماء زمزم؟ الصحيح أن نعم، لأن جبريل وميكائيل غسل قلب النبي صلى الله عليه وسلم بماء زمزم، فهذا الغسل بماء زمزم لا حرج فيه تبركا طلبا للبركة من هذا الماء المبارك. التبرك بصحبة الصالحين لا بذواتهم، أعني أنني أكون معهم لأنهم هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، يعني أتواجد في مجالسهم، ده طلب للبركة، طلب بركة مجالس العلم، بركة مجالس الصالحين، بركة فعل مجالس الخير، فكل هذا من التبرك المشروع. وكذا مطاهر المسلمين، أعني أن الأماكن عبادات المسلمين التواجد فيها يكون سببا للبركة، المساجد بالتواجد فيها، لا أنني أظل أمسح جدران المساجد، هذا لم يرد، هذا ليس من التبرك المشروع، بل هذا من البدع المحدث. أما التبرك لا، هنالك دعا زكريا، يعني في ذلك المكان ما أن رأى الآية فدعا زكريا ربه، ليس أن هذا المكان بعينه يشرع أن يخصه بالدعاء. أما التبرك بأثار الصالحين وغير الأنبياء فمختلف فيه. قال كثير من أهل العلم بجوازه كالنووي وابن حجر، وقال كثير بمنعه، وهو الراجح، لأن الصحابة لم يفعلوا ذلك مع الرسول مع غير الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته أو بعد وفاته، وقد كان فيهم خير الناس بعد الأنبياء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم، وتركهم لهذا إذ لم ينقل فيه حرف واحد عنهم هو كالإجماع منهم، كما قال الشاطبي، مع ورود المقتضي وانتفاء الموانع وحرصهم على الخير، وهو من أوضح الأدلة على خصوصية ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك يمنع منه سدا لذريعة الغلو فيهم، والله أعلم. أما التبرك بالأحجار والأشجار وحديد الأضرحة ونحو هذا مما يفعله الجهال فهو من الشرك، والأمر فيه على التفصيل الذي سبق مرات. إن كان يعتقد أن هذه الأشياء بذاتها تجلب له الخير والبركة من دون الله أو مع الله، مع الله شريكة أو من دون الله استقلالا، فهو شرك أكبر. وإن كان يعتقد أنها سبب يأتي الله بالخير لمن صاحبها فقد كذب على الشرع وكذب على القدر، إذ ليس من هذا من الأسباب الظاهرة، بل هو ذريعة للشرك، فهو من الشرك الأصغر.